الزمالك له الحق في المطالبه بلقب نادي القرن، نعم ام لا؟ اي حد، لكن ليه حق ده؟ مش هو اللي قرره. اللي قرره الجهه اللي هو رايحها. نسال السؤال في النادي الاهلي، نادي القرن الرسمي الواخد جميع الاختام الرسميه والجوابات والحفله التتويج. نادي القرن من ماشي. الاتحاد الافريقي ماشي. الزمالك نادي الزمالك جه قال، او نادي كتوكي او نادي الوداد جه قال لا انا الاحق. طب عايز تعمل ايه الاجراءات؟ ان انا اروح المحكمه الدوليه؟ روح ماشي. الزمالك بقى له الحق ان هو يطالب بلقب النادي القرن؟ يروح يطالب، بس ما ملوش الحق انه هياخده ولا مش هياخده. ملوش حق ان نقول ان هو لقب ان هو طبعا ملوش حق طبعا. لا، نادي القرن اللي بعده. الجواري كان يتفائل بختم في كل المباريات. كابتن جواري كان عنده خاتم كده كبير كده يخبط بيه على السبوره كده لما يكون بيحمسك وبتاع، كان عنده خاتم كبير كده يتفائل بيه، والساعه تتفك واخبطها ويشيلها تاني، تتفك واخبطها لما تكون متنفس. والله اللي بعده. بعض المدربين حاليا بيلجؤون للشيوخ من اجل الفوز بالمباريات. ليه ده؟ لا اعلم. لا أعلم. لكن ما اعرفش نعم او لا. لا طبعا ما اعرفش. ما تعرفش؟ لا طبعا. في الدوري ما لقيتش؟ ما انت دربت في الدوري كتير. لا لا في الدوري كتير. لا عمري ما لا. ممكن حد يكون بيتفائل بيتشائم. لكن انه مدربين يلجأوا، الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. اللي بعده. اللجنه الخماسيه تدير او تدير كل الملفات باحترافيه، نعم؟ لحد كبير طبعا، بيبذلوا مجهود كبير جدا. طبعا هم ما عندهمش ظهير اعلامي، ما عندهمش لازم حد يطلع يتكلم على طول الوقت، لان الطلبات كتيره جدا. حصل تاخير في حاجات هم ما لهمش ذنب فيها، زي مثلا موضوع الكورونا. الناس في ناس كتيره بيدينهم ان الدوري راجع، وهو الدوري قرار دوله، وانت عارف وانا عارف ده، لكن هم على قد ما بيقدروا شغالين بشكل كويس يعني. اللي بعده. أؤيد ترشح كل الوجوه القديمة في انتخابات اتحاد الكرة؟ لا أؤيد. ماشي. أيمن حفني كان يرفض الانضمام للمنتخب مع برادلي بحجة الإصابات؟ يعني احنا ضغطنا عليه كتير. يعني كان الراجل شافه وكان نفسه انه يجي. كان في طلائع الجيش. ماشي. بس كم مرة بقى انكر رجله، مرة بيحب يقعد في البلد هو كتير. أيمن. زوغ مننا يعني. من الاخر يعني. زوغ مننا، بس ماشي. الراجل كان حابب انه يكون موجود. ماشي. اللي بعده. احد اللاعبين هرب من الانضمام للمنتخب مع برادلي بحجه عرض صيني؟ لا ما اقولش هرب. هرب دي يعني بتهمه. طيب امال ايه؟ هو زيزو جاله عرض، كان في فتره الموسم بيخلص وبيتفاوض. انهي زيزو من زيدان؟ زيدان. أوكي. كان عندها ماتش التاني في افريقيا الوسطى، في افريقيا الوسطى. هو قعد مع الراجل واتكلم معاه، وبرادلي تفهم الموقف يعني، لكنه ما هربش. لكن لا، ما ده قعد مع الراجل واستأذن يعني. ما ماشي. اللي بعده. حسام عاشور لا يستحق الطريقه التي رحل بيها على الاهلي؟ لا يستحقها تماما. ها؟ لا يستحقها. لا يستحقها. لا، كان ممكن الكابتن محمود وما والناس يعني يكون اوسع صدرا شويه، لانه حسام كابتن النادي الاهلي و38 بطوله، من هو 10 سنين جوه النادي الاهلي يعني. كان ممكن الختام يكون افضل من كده، قدر من يعني يوارب الباب شويه. اختيارك. بتنصح الاهلي بايه؟ باهر المحمدي ولا اسامه جلال ولا رجب بكار؟ بص، هو النادي الاهلي محتاج باك رايت، وباهر بيلعب اساسه هو باك رايت. مساك وباك رايت. هو اساسه باك رايت. ماشي. انا حابب اسامه جلال يحب يكون في النادي الاهلي، لانه سيرد باك مستقبل منتخب مصر. طبعا هو محتاج حاجات مع الكابتن حلمي، لو قعد فتره طويله هيعملها له. ماشي. لكن هو سيرد باك واعد. طبعا رجب بكار لعيب كويس، لكن مع فرق السن باهر طبعا. لو الاهلي بيفكر في باك رايت فيبقى باهر، واعتقد ان ده اللي هيتم يعني. يبقى باهر واسامه. ماشي. اللي بعده. لاعب لم يثبت نفسه مع الاهلي حتى الان، احمد الشيخ حسين الشحات جيرالدو؟ يعني جيرالدو ما خدش حاجات كتيره جدا، حاجات متقطعه. لا، حسين اثبت نفسه طبعا، لعيب كبير ولعيب مهم.
احمد الشيخ برضو على فترات متقطعه وطلوع اعاره ورجوعه وطلوع اعاره لازم علامته تكون اقوى من كده. احمد لعيب كويس جدا في الماتشات اللي ما فيهاش خناقات برضو. دايما الكلمه دي انا بحب اقولها وانت بتحب تسمعها. لكن هو كورته كويسه ولعيب كويس لكن برضو لازم يبقى اقوى زياده. انت عارف مين مين اللي كان عنده الحته دي واتطورت؟ السوليه. برافو عليك انت برضو. كوير ابراهيم صح؟ اه والله كوير صح كان عنده الحته اتطورت دي وبقى بيتشرس كده ويخش في الخناقات في الماتشات بشكل كبير جدا. اللي محتاج يطور دي كمان مع احمد الشيخ مجدي قفشه. اللي بعده احنا كده على نفس التردد. احنا كده ظابطين. انت بتتكلم صح. افضل من دربك مين؟ الجوهري فايتسا ولا مدرب اخر؟ الجوهري فايتسا. الجوهري مدرب عصير في الكورة والجرينتا وعصير في كل حاجة في الصياعة وفي الأدب وفي كل حاجة. فايتسا مدرب حط بصمة كبيرة جدا هادي مالوش أصوات كتيرة لكن الاثنين مدرب هاي. الاثنين طبعا الاثنين. اللي بعده بقى إجابات سريعة. بعيد عن العمل التدريبي بسبب عدم قربك من صناع القرار ولا تحكم الوكلاء ولا خوف الإدارات من التعامل مع شخصيتك القوية؟ ما هو الادارات انا شخصيتي والله انا حبوب وبعد انا قاعد طول الليل يا جماعه طول الوقت بهزر مع ابراهيم اهو بنقول نكت وجزيره البط وبتاع بس شخصيتي قويه يعني الحمد لله. لا هو عدم درايتي بالارضيه ارضيه الشغل لما رحت الامارات ورجعت اتفاجئت ان ارضيه الشغل اتغيرت فانا لجأت لده وده حاجه صح انك يبقى عندك وكيل دي حاجه كويسه. انا بشوف انه من ضمن الحاجات اللي ما خلتش كابتن حسن يوصل لدرجه اعلى في افريقيا مع المنتخبات عدم وجود مدير اعمال قوي معاه. كان كابتن حسن يخلص منتخب مصر ياخد كل منتخبات افريقيا دي كلها ياخدها. برافو عليك. لو عنده مدير اعمال قوي. برافو عليك يا كابتن. ده انا موافقك مليار في المية في الحته بتاعت كابتن حسن دي كمان. اللي بعده اخر سؤال. افضل من صنع انجازات لمصر الجوهري حسن شحاته شوقي غريب مع حفظ الالقاب. صراحه الثلاثه كابتن جوهري افريقيا وكاس عالم كابتن حسن شحاته الثلاثيه شوقي البرونزيه وبطوله افريقيا المنتخب الاولمبي يا كابتن.